العقول الكبار تناقش أفكار ومواضيع وتصورات، العقول الوسطى تناقش تحكي حكايات، والعقول الصغرى تتحدث عن أشخاص. هذا كلام ديال تشرشل، هذا هو الجواب ديالي. إذا أنا كرفع المستوى وكيكون نقاش حول قضايا مجتمعية اللي كيعيشها المجتمع المغربي. اليوم كنعقدوا المجلس الوطني ديال التجمع الوطني الأحرار في دورته العادية بعد سنة لتقييم حصيلة العمل الحزبي الداخلي، ثم تقييم حصيلة العمل ديال التجمع الوطني الأحرار وعلاقته بباقي الفاعلين، ثم التجمع والقضايا المطروحة في المجتمع. سمعت الخطاب السيد الرئيس في واحد الجزء اللي تعرض المسألة ديال التجار اللي هي خلق واحد النقاش، ثم كذلك حنايا بالمناسبة المناضلين اللي كيطرحوا مجموعة القضايا التنظيمية واستعدادات باش كيفاش غادي نطلقوا الخريطة الطريق ديال سنة 2019 إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.